بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو قناتي ديالنا سولو اس في تي. اليوم ان شاء الله التمرين الاخر في الامتحان ديال 2022 بالنسبه للناس ديال اس في تي، كان هو يعني التمرين ديال لي لوا ستاتستيك. نبداو مباشره وما نضيعوش الوقت بزاف. دون لو كادر دو ليتيد دو لا ترانسميسيون دي كاركتير، الله يخليكم اسمحوا لي جيم وابوني بلا ما تعجبنيش نبقى نقول هادشي هذا، ولكن راه تنشوف بانه ضروري ضروري باش تعاونوا لاشين، الله يوفقكم. دون لو كادر دو ليتيد دو لا ترانسميسيون دي كاركتير هيريديتير شي لي ديبلويد، يعني في اطار دراسه انتقال الصفات الوراثيه عند لي ديبلويد. لي ديبلويد يعني ثنائيات الصيغه الصبغيه. شكون هما ثنائي الصبغه؟ هو كاع الكائنات الحيه اللي عندهم دي كروموزوم هومولوغ، دي بير دو كروموزوم. اون بروبوز لي تيب دو لا ترانسميسيون دو دو كاركتير هيريديتير شي لي زوفان. عند البقر غادي ندرسو واحد جوج صفات وراثيه، لا فورم دي زوغاي الشكل ديال الودنين اي لا كولور دو ميسو يعني اللون ديال المنخر. كيف ما تشوفوا هنايا كروزمون 1 كروزمون 2، كروزمون 1 موتون ا اوغاي نون دريسي، ودنيه ما مدريسينش يعني طايحين، و بيرفيس ا اوغاي دريسي مفهوم. شنو عطانا؟ ديزينو ديزينو ا اوغاي دريسي. هنا عند الموسو سومبغ وهنا عند الموسو كلير عطانا موسو كلير. كومبوتون ديدويزي او بيان كومبوتون ديدويغ دي ريزلتا دي دو كروازمون اف 1 او بيان دي دو كروازمون 1 او بيان دي دو كروازمون. ما فهمتش كروازمون 1 اي 2 وي جيستيفي فوتخو ريبونس. سبحان الله بعض المرات. الوغ هنا الكروازمون الاول اف 1 اي اوموجين اوموجين لي بارون دونك قبل بعدا كروزمون 1 اون ايتيدي ان سول كاركتير لي هو لا فورم دي زوغاي. لا فورم دي زوغاي دونك كا دو مونو هيبريديزم اف 1 اوموجين لي بارون سون دونك دو راس بير. لالل ريسبونسابل دي زوغاي دريسي اي دومينون سور لالل او بيان لالل ريسبونسابل دي زوغاي دريسي اي دومينون سور لالل دي ريسبونسابل دي زوغاي نو دريسي. هذا بالنسبه البرومييي كروازمون. بالنسبه لا دوزيام كروازمون اف 1 دونك هنا علاش باش نجيستيفيو علاش هذا دومينون؟ باسكو على اف 1 لالل كي سيكسبريم سي لالل دي زوغاي دريسي دونك سي لالل دومينون مفهوم. هو الحليل السائد هنا في الاف 1 لالل كي سيكسبريم سي لالل ريسبونسابل دو ميسو كلير دونك سي لالل دومينون بارابور او ميسو سومبر. F1 homogène, vérification de la première loi de Mandel, le premier croisement, le deuxième croisement, ou le délit, c'est la justification, c'est la vérification de la première loi de Mandel. Dans chaque croisement, on étudie un seul caractère, les lois, et il y a la forme, bien les oreilles, ou la couleur du mission. Alors, voilà ça. On étudie la transmission d'un seul caractère pour chacun des deux croisements. Quand on sort CF1, il faut le croisement. Donc, cas de monohybridisme, les descendants des deux croisements sont homogènes. Donc, les descendants, le croisement, mutagénis. Donc, les parents sont de race pure selon la première loi de Mandel. Les descendants de croisement 1 ont des oreilles dressées. Donc l'allèle responsable de la forme dressée des oreilles est dominant, grand D, et l'allèle responsable de la forme des oreilles non dressées est récessif, donc petit D. Les descendants du croisement ont un museau clair. Les descendants du croisement 2 ont un museau clair. L'allèle responsable du museau clair est dominant. علاش؟ لان لي ديسوندون ميسو كلير دونك الكلير هو الدومينون. دونك غنعطيو غران تيس ولا لي ريسبونسابل دونك دي ميسو سامبل ريسيسيف دونك بوتي تيس. الوغ اوغاي دريسي وميسو كلير يعني غران دي غران تيس، نون دريسي و سامبل يعني غران دي و بوتي تيس. نمشيو للسؤال الثاني او للكروازمون ثلاثه.
قال لك لو كروزمون تيست اونتر لي بيربي افينوتيب دومينو بور لي دو كاركتر دومينو بور لي دو كاركتر اي دي موتون دوبل ريسيسيف. اذا واحد عنده الفينوتيب دومينو بور لي دو كاركتر دونك يكون من الاف 1 والاخر دوبل ريسيسيف. اذا فاش كنزوجوا واحد من الاف 1 مع لان دي بارون دوبل ريسيسيف سا فو دير كوا سا فو دير هذا سي ان تيست كروس. الوغ 43 او 45 اغنو دريسي ميس كلير. دونك فاش كنقولوا دريسي ميس كلير يعني شكون هذا؟ هذا هو لو فينوتيب دومينون. و 38 نون دريسي وميس كلير حتى هذا هو لو دوبل ريسيسيف. اذا هادو 45 و 38 هادو راهما كيشبهوا لي من كيشبهوا الاداء. ولكن فاش تشوفوا تسعود اوغاي دريسي و ميسو سامبر دونك ما كانش عندنا شي اب عنده لي زوغاي دريسي و ميسو سامبر لا كان عنده دريسي مع كلير وكان عنده نون دريسي مع سامبر. اذا هذا 9 و 8 هادو نتيجه العمليه ديال لو براساج. سؤال جوج مونتري كو لي دي جين ايتيدي سون لي اي ديدويزي لو جينوتيب دي دي بارون دون لا تروازيام كروازمون. الوغ كيفاش نبين انه لي بارون ou bien les deux gènes sont liés. Donc, ici, 45 ou 48, ce sont les individus du type parentant. Donc, on va faire 45 ou 48, on va faire la totale. Quand on va faire la totale, on va faire 100, on va faire un pourcentage qu'on appelle les types parentants, le pourcentage du type parentant. ثم كنرجع عاوتاني للسطر وكنحسب لي تيب ريكومبيني يعني اللي الانواع اللي نتجو عن العمليه ديال التخليط. دونك هما 90 زائد 8 على لا فالور توتال وبالتالي هنا كنلقى واحد القيمه ولا لاحظتوا غنلقاو القيمه ديال لي تيب بارونتو اكبر من القيمه ديال لي تيب ريكومبيني. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني ان لي دو جين ايتيدي سون ليي. وعلاش درنا هذه الطريقه؟ لان عندنا ان تيست كروس يعني كنزوجوا واحد من الاف ا مع لان دي بارون. كون كانت اوتو فيكونداسيون غتكون حاجه اخرى باش نبينوا انهم لي. دونك فو فيت اتونسيون باش نجاوبوا على هذا السؤال. الوغ لو كروزمون بلاتي ما شرحناش بان السؤال الثاني ولكن مازال ما شرحناش. الوغ الجزء الثاني من السؤال ولكن ماشي السؤال الثاني. اذا ديدوي لو جينوتيب دي بارون ديال التخوازيام جينيراسيون. مادام كتعطيني هاد ربعة الاشكال صافي دير كوا ديال التخوازيام كروازمون صافي دير كوا؟ صافي دير كو هاد لي بيربي افينوتيب دومينو هما راه كنبانو دومينو. علاش؟ لان هذا دوبل ريسيسيف ممكن له يعطينا الا نوع واحد من الامشاج هو شكون هو بوتيتيغ نو دريسي و سامبر يعني بوتيتيس. دونك بوتيتيغ بوتيتيس غيعطينا نوع واحد من الامشاج مادام انه دوبل ريسيسيف. اذا شكون اللي يتحكم في هاد الربعة المظاهر؟ راه هو العمليه ديال التخليط اللي عند وقعت عند هادو لي دومينو او لي بيربي افينوتيب دومينو. اذا هاد لي بيربي افينوتيب دومينو كانوا دوبل ايتيروزيغوت والاخرين كانوا دوبل دوبل ريسيسيف. اذا لو كروزمون تيست ادوني دونك سي ان كروزمون تيست ادوني دو تيب دو بارونتو deux phénotypes parentaux avec un pourcentage 83%. Supérieur au pourcentage phénotype recombiné, le FOCO 17%, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, les deux gènes sont liés. Je ne sais pas si on a dit les Mendel, donc on va les partager. Comme on dit, les berbis, les dominos, double hétérozygote, ou les récessifs, دوبل ريسيسيف. علاش دونك دوبل ريسيسيف؟ لانهم قالوها لينا دونك يعطينا نوع واحد من الامشاج. اذا باش يبانوا عندي هاد الربعه ديال المظاهر الخارجيه خاص يكون ضروري هنا وقعت شي حاجه. دونك شنو وقع؟ هادو وقع بيناتهم التخليط دي غون دي مع غون اس و بوتيت دي مع بوتيت اس. هادو غيعطيونا لي تشيب بارونتون. غون دي مع بوتيت اس و بوتيت دي مع غون تيس هادو غتعطيونا لي تيب ريكومبيني بهذوك النسب اللي شفتوهم. دونك نمشيو للجزء الثاني من السؤال. قالك انتربريتي لي ريزلتا كروموزوميك دي تيست اون فو زيدون بان شيكي دو كروازمون. تو سامبلومون شنو غادي ندير؟ غادي نزاوج ما بين هادي وهادي. مفهوم؟ هادو هما لي بارون ديال التخوازيام كروازمون باش ندير لانتربريتاسيون. اذا هادي غتعطيني نوع واحد من الامشاج اللي هو بوتيت دي بوتيتيس، وهادي غتعطيني اربعه الانواع. دونك غون دي غون تيس بوتيت دي بوتيتيس، غون دي غون تيس غيكون عندهم النسبه ديال
45% بوتي دي بوتي تاس غيكون عند النسبة ديالهم 38%. او غيدغيسي يعني غروند دي مع بوتي تاس، دونك غروند دي مع بوتي تاس، غروند دي مع بوتي تاس، دونك غتكون عندهم 9% باردون يعني 9، دونك هنا 45 38 9 وهنا 8% على اساس ان التوتال هو 100%. انا هادشي اللي غادي نديرو، دونك 35% 38% من النسب الى اخره. شنو غادي نديرو دابا؟ لي شيكيه دو كروازمون. فاش غادي نمشيو نديرو لي شيكيه دو كروازمون حتى هي ضروري خاصنا نحطو فيها النسب، فكنلقاو اربعه المظاهر خارجيه وهما بالضبط المظاهر اللي حصلنا عليها. كيبقى السؤال الاخير اللي كيطلب منك ايطابليغ لا كارت فاكتوريال. شنو هي لا كارت فاكتوريال؟ هي الخريطه الخريطه يعني ديال الخريطه العامليه، عفوا الوغ هاد الخريطه العامليه باش نمثلوها خصني نعرف لا ديستونس اونتر لي دو جين، ولا ديستونس اونتر لي دو جين سولون سونتيم اورغان هي لو بورسونتاج دو تيب بارونتو. وكنديرو فقط كيبقى علينا فقط نمثلو ونقولو هادشي هذا. اذا كنقولو بان لو بورسونتاج دو تيب ريكومبوني هو 17%، دونك لا ديستونس اونتر لي دو جين هي 17 سنتيم اورغان. وكنديرو واحد التمثيل، واحد سنتيمتر كيعطينا جوج سنتيم اورغان. كنحسب كندير لا ريغل دو 3 17 17 يعني سنتيم اورغان شحال غادي يجيني فيها من سنتيمتر. كنمثلها كنكتب هنا غروند دي غروند دي غروند دي بوتي دي وهنا غروند تيس بوتي تيس. وكندير هاد سميتو باش كنبين بان من هنا لهنا راه كاينين 17 سنتيم اورغان. نهاية هذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش جيم بارتاج وابوني وبارتاجيو مع صحابكم، والله يوفقكم.